وللحديث عن آخر التطورات في الأراضي المحتلة ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. مواجهات في مدن الداخل الفلسطيني، هل لك أن تصف لنا الأوضاع الآن في القدس وفي محيط القدس؟ الأوضاع ماخذة في التأجيج والتصعيد الدائم بالقدس وفي بيت لحم وفي رام الله وفي أنحاء الضفة الغربية وغزة، شلال من الدماء في غزة تروي الأرض الفلسطينية. هذه الدماء الطاهرة التي سقطت من أجل الدفاع عن القدس، فأيضا أهلنا الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة والشتات، أيضا على الحدود اللبنانية، ينتفضون لنصرة غزة الجريحة، غزة التي أدت بدمائها الزكية من أجل الدفاع عن القدس وعروبتها، ورافضة لنقل السفارة تلك المستوطنة الأمريكية في قلب القدس عاصمة فلسطين الأبدية. فحتى من مهدها ووضع السفارة كان القدس كلمتها يوم أمس، من القوى الوطنية في مدينة القدس وأيضا من الداخل الفلسطيني من عربة 1948 حضروا بشكل كبير واحتجوا أمام السفارة المزمعة التي تم نقلها إلى القدس. لذلك الصوت الفلسطيني واضح، والصوت العربي والدولي رافض لهذه السفارة والتي وكل ما هي الأوضاع الآن أستاذ أحمد؟ ما هي الأوضاع الآن في القدس؟ الأوضاع في مدينة القدس تحديدا التي نحن نعيش فيها في البلدة القديمة هنالك إضراب شامل تجاوبا مع دعوات القوى الوطنية في الضفة الغربية ومع القيادة الفلسطينية في إغلاق المحلات التجارية وعدم التوجه للمدارس. لم يتوجه الطلاب للجامعات ولا المدارس، شلل في الحركة التجارية حدادا على أرواح هؤلاء الشهداء الذين سقطوا. هنالك دعوات الآن شبابية للحضور مساء في مسيرات شموع مساء هذا اليوم دفاعا وتضامنا من أطفال مدينة القدس مع أطفال غزة والطفلة الجريحة التي سقطت عمرها 8 شهور. فالوضع ياخذ في مثل كرة الثلج في التصعيد، تتحمل الإدارة الأمريكية والصهيونية. يعني هل يمكن أن يتطور؟ هل يمكن أن يتطور؟ نعم، الوضع متطور، وأنت تشاهد الآن امتدت المواجهات إلى الضفة الغربية، إلى رام الله، إلى البيرة تحديدا وبيت لحم، وأيضا في أبو ديس يوم أمس، وأيضا في كل مناحي وكل قرى وكل قرية ومدينة في سواء في القدس أو في الضفة الغربية. الذي يتحمل المسؤولية من يسترخص الدم الفلسطيني ويتبجح أمام الإدارة الأمريكية التي تدعي وتقول نحمل حماس المسؤولية، من يتحمل مسؤولية شلال الدم هؤلاء المتظاهرين السالمين الذين توجهوا من حقهم أن يتظاهروا على حدود غزة والحدود الجانبية للمحافظات الجنوبية، قتلتهم بدم بارد، والآن الإدارة الأمريكية تقول نحمل حماس المسؤولية. على ماذا يدل؟ يدل على ذلك على أن الدم الفلسطيني رخيص بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للإدارة الصهيونية. كيف ترى رد الفعل الشعبي على مجزرة غزة يوم أمس؟ أولا القلوب تدمع، وكل واحد فينا متأثر جدا على كل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا. يحاول الاحتلال أن يقمع المسيرات السلمية والنضال السلمي الشعبي، ولا يوجد أي حكومة أو دولة ترتكب هذا الكم من هذه المجازر في وقت واحد، أكثر من 61 شهيد وأكثر من 2000 جريح بيوم واحد. هذا دليل على أن هذه الحكومة متعطشة للدماء، هذه الحكومة حكومة حرب، حكومة إرهاب دولة، وليست حكومة سلام كما تدعي. لذلك على العرب والمسلمين أن يدعموا القضية الفلسطينية من جديد، وأن لا يتساوقوا مع الاحتلال، وأي دولة عربية تتساوق مع الاحتلال أو شاركت في نقل السفارة الأمريكية هي كل فرد، كل طفل من الشعب الفلسطيني يرفض هذا، وهو مستاء جدا ومشاعره سلبية اتجاه كل شخص يدعم الإدارة الأمريكية أو الإدارة الصهيونية. ما هو المتوقع من السلطة الفلسطينية ردا على الانتهاكات الصهيونية؟ لا يمكن أن نقبل، ونحن دعينا ودعونا في المجلس الوطني والمجلس المركزي وكل الفصائل دعت إلى وقف العقوبات على قطاع غزة، فلا يمكن أن يسقط كل هذه الدماء والشهداء وتفرض عقوبة من الضفة الغربية على غزة من حكومة
يعني من حكومة فلسطينية على قطاع غزة، علينا أن نرفع نعم العقوبات، بالعكس علينا أن ندعم قطاع غزة وأن ندعم مستشفيات قطاع غزة والكادر الطبي، نعم على كل الفلسطينيين والعرب أن يدعموا ذلك. أستاذ هذه أحمد نقطة. النقطة الثانية وقف الصفدي، التنسيق الأمني. نعم نعم تفضل. الصحفي الفلسطيني كان معنا من القدس، شكرا جزيلا لك.